السلام عليكم، معكم أخت كريمة. اليوم حين نحضروا مع بعض كيفية تحضير تحلية خفيفة، يعني تقدروا تقولوا تحلية ولا حلوة، يعني تقدروا تاكلوها كتحلية ولا كحلوة، يعني تجوزوا بها لاتاي ولا القهوة، يعني كل واحد على حسب بمن حب يجوزها. إذا هذه الحلوة هذه بذوق الليمون وتجي خفيفة وبمقادير يعني بسيطة جدا موجودة في كل بيت. هنا عندي اول حاجه راح ندير لو سيرو. هنا عندي 2 كيسان تاع السكر، هذا الكيس الاول، وهذا الكاس الثاني. راح نضيف له مباشره 2 كيسان تاع الماء، يعني قد الماء قد السكر. نديرو يغلي واحد 4 ساعة حتى 20 دقيقة ونطفي عليه مباشرة. وهذا الكاس الثاني تاع الماء، نحط له اون ترونش تاع السيترون ونديرو فوق الماء فوق النار يغلي. اذا بعد ما درت السيرو تاعي يطيب، هنا نعطيكم مقادير تاع الكاطو تاعي. بالنسبة للعجينة نحتاجو 3 بيضات حجم كبير، خميرة ونص تاع خميرة الحلويات ما يعادل 15 غرام، مبشور ليمونة كاملة، كاس سكر، نص كاس زيت، وعلبة بذوق علبة ياغورت يعني علبة الزبادي 100 غرام يعني بذوق الليمون. بالنسبة للفرينة حسب الحاجة. دوكي نبدا نخلط، نعطيكم المقدار بالضبط. اذا اول شيء نحط البيض تاعي في الصحن، نضيف كاس سكر، نضربهم جيدا بالباتر ونرجع فيما بعد. اذا بعد ما تضاعف الحجم هنا وذاب السكر كليا، راح نضيف نص كاس زيت، نضيف علبة الياغورت، ذوق الليمون، يعني ضروري جدا انه نديرو ذوق الليمون لانه الحلوة تاعنا بذوق الليمون. الان راح نضيف مبشور الليمون، نضيف مباشرة خميرة كيميائية، هذا نص كيس يعني هذا النص 5 غرامات، هنا نضيف 10 غرامات. ضل نخلط مليح بالباتر حتى تتخلط كامل المكونات وتتجانس مع بعضها. اذا هنا الكيل تاع الكاس تاعي 240 ملل، للتذكير فقط. اذا ندير الكاس الاول تاع الفرينه، نخلط دائما بالملعقه المسطحه الاسباتول من الاسفل الى الاعلى حتى من يعني بدون ما نخسر القوام تاع البيض ويهبط لي، باش تجيكم خفيفه وحشيشه لداخل. خلط الكاس الاول بهذه الطريقه حتى تتخلط مليح. بيان سور الفرينه تاعكم لازم تكون مغربله مليح من خوله. اذا الكاس الاول هنا خلطته مليح، الان نزيد نضيف الكاس الثاني لكن ما نعمروش، يعني نضيف نص كاس. بعد نشوف القوام تاع العجينه اذا كان نزيد ولا لا. هنا كيما راكم تلاحظوا يعني القوام جا سوا سوا، يعني كاس ونص تاع الفرينه. نخلطها مليح هكذا من الاسفل الى الاعلى. اذا هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، يعني تكون مخفيفه يعني ما ثقيله، تكون كيما تاع المسكوتشو، يعني ما لازمش تقلوها بزاف باش تجيكم خفيفه وهشيشه. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا عندنا راح نديرهم في هاد لي كيسات، كاين هادو ما تاع البابا وكاين هادو ما المول العجب الصغير. هنا دهنتهم مليح بالزبده ورشيتهم بالفرينه باش ما يلصقوش. الان راح نعمر العجينه تاعي في لي كيسات هذوما، ما نعمروهمش بزاف باش ما يدوناش يعني ما يفيضوناش. ثاني باش كي ندير السيرو يعني يلقى منين يدخل باش
يشرب لنا الحلوى تاعنا، نعمروهم هكذايا بزوج ملاعق، ملعقتين فقط، ونوزعها مليح. اذا نكمل نعمر كامل الليمون تاعي ونرجع فيه مع بعض. اذا هنا بعد ما مليت ليك الليمون تاعي راح ندخلهم من الفرن ساخن 180 درجه، لما يطيبوا نرجعوا فيه مع بعض. هنا كما راكم تلاحظوا السيرو تاعي هنايا راح نطفيلو جست 20 دقيقه. اذا هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما طابوا يكونوا هكذاك دافيين، نسقيهم بالسيرو بهذه الطريقه، ولا قدسوهم لداخل وعاء يكون غامق ومعمر بالشربات. نحاولوا انه نشربوهم مليح، نخليهم يبردوا تماما ونرجعوا فيه من بعد. كيما راكم تلاحظوا هنايا بعد ما طابت الحلوه تاعي شربتها بالسيرو وزينتها بلاكريم فريش، طلعتها مليح مع لاكريم شانتي، واللي ما عندهاش لاكريم فريش تستعمل غير لاكريم شانتي مع الحليب، وطلعها وزينتها بالبيستاش. إذا عجبتكم الوصفة ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو، شاركوا بيه الأصدقاء تاعكم، ديروا جملة فيديو. راح نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.